السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا عزك الله. وياك تفضل. حضرتك كنا بنصلي صلاة العشاء والإمام قال درس إن ممنوع نخش بالتليفون الحمام وهو عليه البرنامج القرآن، الإمام متشدد جدا كده، فحضرتك حصل اختلاف كتير في المسجد. يعني هضيع المحمول. النبي نهى عن إضاءة المال. يعني هل المحمول يا أهل الإسلام مصحف؟ المحمول ليس بمصحف، المحمول جهاز محمول تمام عليه مئات الآلاف من الأشياء، تمام، لا يأخذ حكم المصحف. الله يسلمك. تمام، شكرا، بارك الله فيك.